يعني زيارة السيد رئيس الوزراء حمد الشاع السوداني إلى الإقليم لا تخلو من فوائد متعددة. أولا إذابة الجديد بين الحكومة، حكومة المركز وحكومة الإقليم، وكذلك ربما يساهم في تغريب وجهات النظر في تشكيل الحكومة إذا صحت الأخبار مثلا. وكذلك الإقليم بحاجة إلى مد جسور المحبة والعلاقات الطيبة مع حكومة المركز التي شهدت بعض التوترات أو بعض الجفاء الحاصل بين الإقليم والمركز. ونعول على السيد محمد الشاع السوداني أن يقرب المسافة التي ابتعدت بين حكومة المركز وحكومة الإقليم. هذا أملنا بعد ساعة زيارة. نعم سيادة النائب، اليوم السوداني يقود ربما حراك ويقود خطوات من الممكن أن تقرب وجهات النظر بشكل أكبر من أي حكومة كانت بين أربيل وبغداد. هل هنالك توجه برلماني على دعم هذا الحراك للسوداني بحل جميع الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، ومنها الرواتب وأيضا تصدير نفط الإقليم وغيرها من الملفات العالقة؟ أولا السيد محمد الشاع السوداني شخصية قبل لا يكون رجل دولة رجل عشائري، وتمتد جذوره إلى عشائر، والعشائر دائما هم أهل الإصلاح. وأعتقد هو يمارس عدة أدوار، يعني دور مسؤول ودور ابن هذا الوطن، وهو مغبول من كل المكونات حاليا حسب مشاهداتي للوضع، يعني مغبول ولا يوجد وراه حزب منبوذ أو حزب غير لدى الإقليم أو لدى السنة أو لدى الكيانات الأخرى. هو رجل مغبول حقيقة من الجميع، وإذا استمر على هذا نهجه وعلاقاته نتوقع منه أمور زينة. طيب وفق هذه المعطيات التي استنتجتها زيارة أربيل وأيضا ذهب إلى السليمانية السيد السوداني، هل من الممكن أن نسأل عن مخرجات اجتماع السوداني في أربيل، أم أن الموضوع أبعد من ذلك وبحاجة إلى وقت أطول من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين؟ أنا كنا نعرف إحنا كل زيارة تكون لها نتائج معلنة ونتائج غير معلنة. أنا لا أستبق يعني الأحداث وأستبق النتائج وانطي نتائج من عندي أنا شخصيا، ولكن نعمل أن تخرج بنقاط أو فقرات جيدة يعني تنفع الإقليم. حقيقة الإقليم اللي يعيش يعني وضع غير مقبول بالجانب المادي، حقيقة هناك ضغط عليه بالجانب المادي، وهو محافظات حقيقة ولديها حكومات محلية ولديها حكومة يجب أن تأخذ استحقاقها بالكامل من حكومة المركز. وعلى حكومة الإقليم أن تلتزم يعني بحقوق المركز اللي عليها وأن تنفذها بالشكل الصحيح. وأنا مع الإقليم في الحصول على حقوقه، ومع الحكومة على أن تلتزم الإقليم بإيفاء المواثيق يعني والالتزامات الحكومية، أنه إقليم يرتبط بمركز، وهذه حكومة المركز يجب أن يكون لها القرار الأول والأخير على الجميع. نعم، عضو مجلس النواب السيد جواد اليساري، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.